صلى الإله على النبي وآله فبهم تشم أزاهر البستان. طوبى لمن وعلى جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنان. بين الصحابة والقرابة ألفة لا تستحيل بنزغة الشيطان. هم كالأصابع في اليدين تواصلا، هل يستوي كف بغير بنان؟ ويل لعبد فان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان. وفي عهد سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه استطاع المسلمون فتح بلاد الشام بأكملها بعد معارك في محيط كافة المدن في مناطق سوريا وكافة بقاع الشام، وفي معركة اليرموك في السنة 15 للهجرة التي كانت قرب نهر اليرموك جنوب سوريا وكانت بقيادة خالد بن الوليد واستمرت لمدة 6 أيام. فقاوم المسلمون الروم في أول 4 أيام وأسلم على يديهم جورج قائد أحد جيوش الروم، ثم طلب منهم ماهان قائد أحد جيوش الروم هدنة 3 أيام، لكن خالد بن الوليد رفض وتحول موقف المسلمين من الدفاع إلى الهجوم، فاستولوا على أجزاء من بلاد الشام ضمت بصرى وبعلبك وحمص والبلقاء والأردن وأجزاء من فلسطين في جنوب سوريا. وفي هذه الفترة تم فتح دمشق قلب بلاد الشام بعد حصار طويل للمدينة المحصنة بأسوار منيعة، إلى أن تم دخول المدينة من عدة جهات والسيطرة عليها، واضطر هرقل الأول ملك الروم إلى مغادرة مدينة حمص وبلاد الشام بعد ذلك. ثم حاصر المسلمون بيت المقدس 4 أشهر بقيادة عمرو بن العاص حتى فتحوها في السنة 17 للهجرة، وحضر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وتسلم بيت المقدس بنفسه. بعد الفتوحات في بلاد الشام عقد مؤتمر برئاسة أمير المؤمنين حضره قادة الجيوش الإسلامية، أكد فيه المبادئ التي جاءت في القرآن، وأهمها عدم إجبار أحد على الدخول في الإسلام وعدم انتزاع الأراضي أو الكنائس. وبالفعل قام الخليفة عمر بن الخطاب بتأمين المسيحيين في سائر مدن الشام مثل دمشق وبيت المقدس وغيرها من المناطق لممارسة حرياتهم وديانتهم وممارسة شعائرهم وعدم المساس بكنائسهم أو أراضيهم. وقام بما يعرف بالعهدة العمرية والتي كتبها عمر بن الخطاب لأهل إيليا القدس، وكانت واحدة من أعظم العهود، يقول فيها رضي الله عن أرضاه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيليا من الأمان، أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملته، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإيليا معهم أحد من اليهود. وعلى أهل إيليا أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدن، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص، فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل إيليا من الجزية، ومن أحب من أهل إيليا أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم، ومن كان بها من أهل الأرض فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهل إيليا من الجزية، ومن شاء صار مع الروم، ومن شاء رحل إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. شهد على ذلك خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف وعمر بن العاص
ومعاوية بن أبي سفيان. بعد أن رجع خالد بن سعيد بن العاص من اليمن، أمره أبو بكر أن ينزل بتيماء، وأمره أن لا يبرحها، وأن يدعو من حوله بالانضمام إليه، وأن لا يقبل إلا من لم يرتد، ولا يقاتل إلا من قاتله حتى يأتيه أمره. فأقام، فاجتمعت إليه جموع كثيرة، وبلغ الروم عظم ذلك المعسكر، فاستنفروا العرب الذين بالشام على المسلمين، فاستنفر كالبنتوخ ولخم وجذام وغصان، فكتب خالد بن سعيد إلى أبي بكر بذلك، فكتب إليه أبو بكر أن أقدم ولا تحجم واستنصر الله. فصار إليهم خالد بن سعيد، فلما دنا منهم تفرقوا، فاتخذ موقفهم مكانهم، وكتب إلى أبي بكر بذلك، فكتب إليه أبو بكر أقدم ولا تقتحمن حتى لا تؤتى من خلفك. وحدث قتال، وطلب خالد بن سعيد من أبي بكر المدد، فأمده بالوليد بن عتبة وعكرمة بن أبي جهل، وانتصر على ماهان قرب القدس، وانتقل ماهان إلى دمشق، فلحق به خالد بن سعيد. فلما كان بمرح الصفر جاءت جموع كبيرة من الروم لتنضم إلى قيادة ماهان، الأمر الذي جعل خالد بن سعيد يتراجع إلى ذي المروة، على حين وقف عكرمة بن أبي جهل يحمي المتراجعين. ووصل المجاهدون من اليمن، وكانت قد دخلت السنة 13، فطلب أبو بكر استبدال عمال السلوقات، ومنهم عمرو بن العاص الذي كان قد سيره في السنة 11 إلى قضاعة، ثم استدعاه فولاه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاه على صدقات عمان ثانية. وكتب إليه أبو بكر: إني كنت قد رددتك على العمل الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاكه مرة وسماه لك أخرى، ومبعثك إلى عمان إنجازا لمواعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وليته ثم وليته، وقد أحببت أبا عبد الله أن أفرغك لما هو خير لك في حياتك ومعادك منه، إلا أن يكون الذي أنت فيه أحب إليك. فكتب إليه عمرو: إني سهم من سهام الإسلام، وأنت بعض الله الرامي بها والجامع لها، فانظر أشدها وأخشاها وأفضلها، فارمي به شيئا إن جاءك من ناحية من النواحي. ثم وصل خالد بن سعيد العاص إلى ذي المروة هربا من جند ماهان، ووصل الخبر إلى أبي بكر، فكتب إليه: أقم مكانك، فلعمري إنك مقدام محجام، نجاء من الغمرات، لا تخوضها إلا إلى الحق ولا تصبر عليه. ولما كان بعد أذن له في دخول المدينة. عبأ سيدنا أبو بكر الصديق الجيوش إلى الشام في مطلع السنة 13، فصار يزيد بن أبي سفيان في 7000 بعد عزل خالد بن سعيد، وكانت وجهته دمشق، وكان أول الأمراء الذين ساروا إلى الشام، وكان في جنده سهيل بن عمرو. ثم أمد أبو بكر يزيد بن أبي سفيان بأخيه معاوية بجند كثير، ولما مر معاوية بذي المروة أخذ من بقي من جند خالد بن سعيد، وسمح بعدها الصديق لخالد بالعودة إلى المدينة. وصار عمرو بن العاص وكانت وجهته فلسطين، وصار شرحبيل بن حسنة إلى الأردن، وقد استعمل على جند الوليد بن عقبة، وأخذ عندما مر بذي المروة جمهور جند خالد بن سعيد، وبقي عكرمة في 6000 من الجند ردءاً لجيوش المسلمين. وعلم الروم بما عبأه المسلمون، فانتقل هرقل إلى حمص، وجمع جموعاً غفيرة من جنده، وأرسل أخاه تذارق ليواجه عمرو بن العاص، وبعث جرج بن تدرى نحو يزيد بن أبي سفيان، ووجه الدراقس نحو شرحبيل بن حسنة، وأعطى أوامره للفقار بن نسطوس أن يسير نحو أبي عبيدة بن الجراح. وصل عدد الروم يومئذ إلى 240,000 مقاتل، على حين كان المسلمون 21,000 و6,000 مع عكرمة بن أبي جهل في المؤخرة دعماً لجموع المسلمين. هاب المسلمون الروم لما رأوا كثرتهم، فكتب قادتهم إلى عمرو بن العاص يستشيرونه، فاقترح أن يجتمع المسلمون في مكان يلتقون فيه مع الروم ولن يهزموا من قلة حين ذاك، كما كتبوا إلى الخليفة أبي بكر وطلبوا منه المدد، فكان رأيه الاجتماع كما رأي عمرو، وأضاف أن يكون مكان المعركة
في موقع يسهل الاتصال فيه مع المدينة قاعدة الحكم، ووافق على اللقاء باليرموك، وكتب إلى خالد أن يقدم إلى اليرموك لدعم المسلمين هناك وأن يكون هو الأمير. صار خالد بن الوليد من الحيرة إلى قراقر، حيث شيعه إليها المثنى بن حارث، ومنها إلى سوى، ثم تحرك إلى دومة الجندل، وأغار خالد على مسيخ بهراء، ثم تحرك نحو الشمال مع وادي السرحان إلى شرق جبل حوران في سوريا، حتى وصل إلى أرك، وهي مدينة صغيرة وسط سوريا، وهي ذات نخل وزيتون وبساتين، وكان كل أهلها من النصارى، ثم منها إلى تدمر. ولما علمت غسان بذلك اجتمعوا له بمرج راهط، ويقع إلى الشمال من دمشق، فسار إليهم، وعليهم الحارث بن الأيهم، فانتصر عليهم، ثم سار إلى بصرى، وكانت مدينة رومانية شهيرة، وفيها سوق دائمة للعرب، ولا تزال فيها آثار رومانية، وكانت أول مدينة افتتحها من بلاد الشام. ثم ذهب إلى اليرموك، فوصل إلى المسلمين في 9,000، وغدا جند المسلمين 36,000. وفرح المسلمون بوصول خالد، لأن الروم كانوا قد وصلتهم إمدادات بإمرة ماهان، ومعه القساوسة والمطارنة والرهبان من أجل تشجيع المقاتلين. وربما يتساءل المرء لماذا هذه الطريقة الطويلة التي قطعها خالد ابن الوليد؟ إنه أراد ألا يصطدم مع الروم قبل الالتقاء بالمسلمين، وبخاصة أنه أصبح أمير المقاتلين في الشام، فلا بد من الوصول إلى جنده ليقودهم في القتال. وإن خطة المسلمين كانت تقضي أن يكون القتال مجتمعين لا متفرقين، ليتمكنوا من قتال الروم الذين يملكون أعداداً كبيرة تفوقهم بعشرة أمثال. وللروم ثغور وسط البادية، حيث كانت من قبل مسرحاً للمعارك الدارية بينهم وبين الفرس، فلو صار من الحيرة مباشرة نحو الغرب لاصطدم بتلك الثغور، ولا أضاع على المسلمين تجمعهم في اليرموك وقيادته لهم، ولهذا اضطر أن يسير نحو الجنوب ليتجاوز تلك الثغور عن طرق ذومة الجندل، ثم اتجه شمالا. وعندما وصل إلى الشرق من بصرى الشام، وجد نفسه أمام جبل حوران، جبل دروز اليوم، البركاني صعب الاجتياز، فأراد الالتفاف حوله، فوجد نفسه بسرعته المعروفة في منطقة تدمر، لذا عاد فرجع إلى الغرب عن طريق القريتين فشرقي دمشق إلى بصرى، ففتحها، ومنها سار إلى اليرموك في هذا من جهة. ومن جهات ثانية، فإن لخالد بن الوليد طريقته الخاصة في القتال، وهي التحرك بسرعة في عمق العدو، والإغارة على مواقع خصمه المتأخرة، ثم الانسحاب للخوض في معركة حاسمة، وعندها يشعر العدو أن مجموعات من خصمه لا تزال تعمل خلف خطوطه الأمامية وستداهمه في الوقت المناسب، الأمر الذي يضعف معنوياته ويبقي جزءاً من جنوده خارج المعركة لصد أي هجوم مرتقب من الخلف. وهذا ما رأيناه في قتاله في العراق، إذ وصل إلى نقاط بعيدة من أرض العدو على حين لم تطهر أرض السواد بعد، بل ولا منطقة الحيرة نفسها، ولم يأمن جانب المصالحين بشكل صحيح، إذ سنراهم ينقضون العهد بعد ذلك، كما أن حركته كانت خلف ثغور الروم، الأمر الذي يجعل الروم لا يستطيعون ترك مواقعهم خوفاً من أن يكون هناك اتفاق بين المسلمين والفرس، وبخاصة أن خالداً كان في أرض فارس. كل هذا يجعل حركة خالد سهلة، ويتنقل بحرية كأنه يقوم بمناورة معروفة الخطة. وصل خالد بن الوليد إلى اليرموك جنوب دمشق، وصلى في اليوم الأول بجنده، ورأى الروم مجتمعين، فجمع المسلمين وخطب فيهم قائلاً بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إن هذا اليوم يوم من أيام الله، لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، أخلصوا جهادكم وأريدوا الله بعملكم، فإن هذا اليوم له ما بعده، ولا تقاتلوا قوماً على نظام وتبعية، على تساند وانتشار، فإن ذلك لا يحل ولا ينبغي، وإن من ورائكم لو يعلم علمكم حال بينكم وبين هذا، فاعملوا فيما لم تؤمروا به، بالذي ترونه أنه الرأي من واليكم ومحبته. قالوا: فهات، فما الرأي؟ قال: إن أبا بكر لم يبعثنا إلا وهو يرى أننا سنتياسر، ولو علم بالذي كان ويكون لما جمعكم، إن الذي أنتم فيه
أشد على المسلمين مما قد غشيهم، وأنفع للمشركين من أمدادهم، ولقد علمت أن الدنيا فرقت بينكم، فالله الله، فقد أفرد كل رجل منكم ببلد من البلدان لا ينتقصه منه إمدان لأحد من أمراء الجند، ولا يزيده عليه إمدان له، إن تأمير بعضكم على بعض لا ينقصكم عند الله ولا عند خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلموا، فإن هؤلاء تهيأوا، وهذا يوم له ما بعده، إن رددناهم إلى خندقهم اليوم لم نزل نردهم، وإن هزمونا لم نفلح بعدها. فهلموا، فلنتعاور الإمارة، فليكن عليها بعضنا اليوم والآخر غدا والآخر بعد غد، حتى يتأمر كلكم، ودعوني إليكم اليوم. قسم خالد المسلمين إلى كراديس يتراوح عددها بين 36 و40 كردوساً، ويضم الكردوس الواحد ما يقرب من 1000 مقاتل. وقسم الجيش إلى 4 أقسام، أمراؤهم أبو عبيدة بن الجراح، وشرحبيل بن حسنة، ويزيد بن أبي سفيان، وعمر بن العاص، وعلى الميمنة معاذ بن جبل، وعلى الميسرة نفاث بن أسامة الكناني، وعلى الرجالة هاشم بن عتبة بن أبي الوقاص، وعلى الخيالة خالد بن الوليد. ومن أمراء الكراديس يوم ذاك القعقاع بن عمرو، وقباث بن أشيم، ومذعور بن عدي، وعياض بن غنم، وهاشم بن عتبة بن أبي وقاص، وسهيل بن عمرو، وعكرمة بن أبي جهل، وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وحبيب بن مسلمة، وصفوان بن أمية، وسعيد بن خالد بن العاص، وخالد بن سعيد بن العاص، وعبد الله بن قيس، ومعاوية بن حديج، والزبير بن العوام، ودرار بن الأزوار. وكان قاضي الجيش أبو الدرداء، والقاص أبو سفيان بن حرب، وعلى الغنائم عبد الله بن مسعود، وعلى الطلائع قبات بن كناني، وكان المقرئ المقداد بن عمرو، وكان عدد الصحابة في اليرموك أكثر من 1000 صحابي، بينهم 100 من أهل بدر. وكان أبو سفيان يسير فيقف على الكراديس فيقول: الله الله، إنكم ذادة العرب وأنصار الإسلام، وإنهم دادة الروم وأنصار الشرك. اللهم إنا هذا يوم من أيامك، اللهم أنزل نصرك على عبادك. ونشب القتال، والتحم الناس، وتطارد الفرسان، ولم يلبث الأمر قليلا حتى جاء البريد يحمل موت أبي بكر، وتولية عمر، وعزل خالد، وتأمير أبي عبيدة مكانه. وكان الرسول محمي بن زنيم الكناني، ولكن خالداً عندما سئل عن البريد قال: السلامة وقرب وصول الإمداد. ثاني فتح كان هو فتح مصر. كانت مصر قبل الفتح إحدى الولايات التابعة للدولة الرومانية، استولى عليها الروم 40 قبل الميلاد، فجعلوها تمدهم بما يحتاجون إليه من الغلال، وأغلقت أمام سكان مصر الأصليين أبواب المناصب العليا، وزادت عليهم الضرائب زيادة كبيرة شملت كل إنسان في مصر، حتى وصل الظلم إلى إلزام الشعب بأن يقوم بغذاء الجنود الروم المارين والمستقرين بمصر كلهم، حتى تمنى المصريون الخلاص من الروم. ولما وصل عمر بن الخطاب إلى الجابية قرب دمشق 18 للهجرة، قال له عمرو بن العاص: ائذن لي في المسير إلى مصر، إنك إن فتحتها كانت قوة للمسلمين وعونا لهم. وتردد عمر في الأمر خوفاً على المسلمين أن يصيبهم الإرهاق من كثرة الحروب المتواصلة، وقد فرغوا قريباً من فتوحات الشام، وخشية من التوسع في الفتح دون أن ترسخ أقدام المسلمين وينشروا دينهم في البلاد المفتوحة. لكن عمر هون الأمر على الخليفة، فقال له عمر حينئذ: إني مرسل إليك كتاباً وأمرتك فيه بالانصراف من مصر، فإن أدركك قبل أن تدخلها أو شيئاً من أرضها فانصرف، وإن دخلتها قبل أن يأتيك كتابي فامضي لوجهك واستعين بالله واستنصره. وصار عمرو إلى مصر عابراً فلسطين من شمالها إلى جنوبها، وفي رفح وصله كتاب أمير المؤمنين، فلم يتسلمه من حامله حتى شرف العريش، فأخذ الكتاب وقرأه على أصحابه، فإذا عمر يأمره فيه بالانصراف إن لم يكن قد دخل أرض مصر، ولكن عمراً الآن في أرض مصر، فأمر الجيش بالمسير على بركة الله. اخترق الجيش سيناء 18 للهجرة،
ففتح العريش من غير مقاومة تذكر، لأن حصونها لم تكن من المثانة لتصمد في وجه المسلمين المجاهدين زمناً طويلاً، ولعدم وجود حامية رمية بها. ثم غادر عمرو العريش سالكاً الطريق الذي سلكه في تجارته إلى مصر، ولم يشتبك عمرو مع جند الروم في قتال حتى وصل إلى مدينة الفرما ذات الحصون القوية، فحاصرها المسلمون أكثر من شهر، وتم الفتح في أول شهر المحرم سنة 19 للهجرة. وسار عمرو بعد ذلك حتى وصل بلبيس فوجدها محصنة وفيها أرطبون الروم، وقد فر من فلسطين قبيل تسليم بيت المقدس، وخلال شهر من الحصار والاشتباكات فتحت المدينة، وكان بها ابنة المقوقس أرمنوسة، فأرسلها عمرو إلى أبيها معززة مكرمة. وطلب عمرو المدد من أمير المؤمنين فأرسل 4000 مجاهد، وعلى رأسهم الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد، وكتب إليه: إني قد أمددتك 4000 على كل 1000 رجل منهم مقام 1000. وصل هذا المدد بقيادة الزبير إلى عين شمس، فسار عمرو لاستقباله، ولكن تيودور قائد الروم تقدم في 20000 ليضرب المسلمين ضربة قاصمة قبل وصول المدد، ولكن عمرو تنبه للأمر فوضع كمينا في الجبل الأحمر وآخر على النيل ولاقاه ببقية الجيش. ولما نشب القتال بين الفريقين خرج الكمين الذي كان في الجبل الأحمر وانتقض على الروم، فاختل نظامهم واضطرب تيودور فتراجع لينظم قواته، فقابله الكمين الذي كان بقرب النيل، فأصبح تيودور وجيشه بين جيوش المسلمين من 3 جهات، فحلت به الهزيمة، فركب بعضهم في النيل وفر إلى حيث لا يرى، وفر قسم كبير منهم إلى حصن بابليون، فقويت الحامية في هذا الحصن. لم يبقى أمام عمرو إلا حصن بابليون، فإن فتح فتحت مصر كلها، ولكن الحصار طال وتأخر الفتح 2 سنين، وما ذلك إلا بسبب قلة عدد المسلمين، كانوا 8000 رجل، ومثانة أسوار حصن بابليون وتجمع الآلاف من جند الروم به، وقلة معدات الحصار مع الجند المسلمين مع فيضان النيل. وطلب المقوقس من عمرو رجالاً يتحادث معهم من المسلمين، فأرسل إليه وفداً بقيادة عبادة بن الصامت، وأبقى عمرو رسل المقوقس عنده 2 ليلة حتى يطلعوا على أحوال جند المسلمين فيخبر بذلك من ورائهم، ثم ردهم عارضاً عليهم الإسلام أو الجزية أو القتال. أما الزبير بن العوام فقال للمسلمين: إني أهب نفسي لله تعالى وأرجو أن يفتح الله بذلك للمسلمين، فوضع سلماً إلى جانب الحصن ثم صعد، وأمرهم إذا سمعوا تكبيرة يجيبونه جميعاً، فما شعروا إلا والزبير على رأس الحصن يكبر ومعه السيف، وقد عصب رأسه بعمامة صفراء علامة حب الموت أو النصر. وقفز الزبير داخل الحصن وتحامل الناس على السلم حتى نهاهم عمرو خوفاً أن ينكسر السلم، ومن داخل الحصن كبر الزبير تكبيرة وأجابه المسلمون بالتكبير بصوت واحد، فارتبك أهل الحصن وظنوا أن المسلمين قد دخلوا، واستطاع الزبير أن يفتح الباب واقتحم المسلمون الحصن وامتلكوا بذلك مفتاح مصر. ولما خاف المقوقس على نفسه ومن معه سأل عمرو بن العاص الصلح ودعاه إليه، فأجابه عمرو إلى ذلك. وكان فتح مصر يوم الجمعة مستهل المحرم 20 من الهجرة، والذي بسببه انتشر الإسلام في شمال إفريقيا، واستمرت الفتوحات على يد رجال ضحوا بكل شيء من أجل إعلاء كلمة الله. وتوقفت الفتوحات في 2 الأخيرة من خلافة سيدنا عثمان بن عفان لانشغال المسلمين بأحداث الفتنة التي أدت إلى مقتله، ثم الحرب التي قامت بين المسلمين في معركة الجمل والصفين. ثم استمرت تلك الفتوحات في اتجاه آسيا وشمال إفريقيا وأوروبا، ومنها إلى كل البقاع، مع التابعين ومع من أتى من بعدهم، جازاهم الله عنا خير الجزاء عن الإسلام وعن المسلمين. فتح المغرب
تكلم عليه الدكتور سيدي محمد بن بريكة البارحة، ولكي لا أطيل فسأتجاوز عن هذا القدر وأكتفي بهذا القدر. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه النفع، وأن يقبله منا سبحانه وتعالى، وأن يلهمنا الصواب والحكمة، وأن يجعلنا على قدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا على أثر هؤلاء الصحابة الكرام الذين أبذلوا كل شيء من أجل إعلاء كلمة الله. فالله نسأل سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، وأن يتوب علينا، وأن يرحمنا، وأن يجعلنا في هذا الشهر المبارك من العتقاء من النار. اللهم أعتق رقابنا يا الله، اللهم أعتق رقابنا يا الله، تقبل منا وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك، من هذا الشهر المبارك، وفي هذا المكان المبارك، أن تزيد في صحة وعافية سيدي محمد. اللهم زده قوة من قوتك، اللهم زده مددا من مددك، اللهم اشفه وعافيه وبارك فيه، وزده من الأنوار ومن الأسرار ومن النفحات ومن البركات ما يحفنا ويحف هذه الأمة الإسلامية. اللهم يا الله نسألك أن تديم البركة في هذه الزاوية، وأن تبقيها منارا للخير وللأسرار وللأنوار، واجعلها يا الله نبراسا يهتدي بها كل مسلم لما فيه خير. يا الله نسألك أن ترحمنا وأن تغفر لنا وأن تتوب علينا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم خذ بيدنا إليك ودلنا بك عليك، ولا تقطعنا عنك بقواطع الذنوب، ولا تحجبنا عنك بقبائح العيوب. يا من اسمه الكريم، تكرم علينا بفضلك ومنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم يا الله وجهنا لما فيه الخير، اللهم اجمعنا مع أهل الخير والقنا بأهل الخير يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد واحفظ سائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا الأمن والأمان والطمأنينة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن له الحق علينا ولجميع المسلمين. اللهم اختم لنا بخير ما ختمت به لأنبيائك وأصفيائك، واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، متحققين بحقائقها حساً ومعناً ظاهراً وباطناً يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته عدد أنفاس أمته. اللهم ببركة الصلاة عليه اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين والشاربين، وبسنته وطاعته من العاملين، ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة يا رب العالمين. واغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن له الحق علينا ولجميع المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الإله على النبي وآله، فبهم تشم أزاهر البستان. طوبى لمن وعلى جماعة صحبه، ويكون من أحبابه الحسنان. بين الصحابة والقرابة ألفة لا تستحيل بنزغة الشيطان. هم كالأصابع في اليدين تواصلا، هل يستوي كف بغير بنان؟ عبد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان. صلى الإله على النبي وآله، فبهم تشم أزاهر البستان. طوبى لمن